الشعب يريد إصلاح النظام، الشعب يريد. خرج عشرات المتظاهرين في بلدة الأحصان بريف دير الزور الغربي قادمين من بلدات الريفين الشمالي والشرقي متجهين نحو خطوط التماس في بلدة الجنينة احتجاجا على رفض التواجد الروسي في المنطقة بالتزامن مع تداول ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق مرور رتل للقوات الروسية من معبر الصالحية برفقة قوات قسد متجه لعمق بادية ريف دير الزور الغربي. اليوم توافدت كل أبناء دير الزور إلى منطقة الإحصان لرفض التأكيد على رفض دخول أي مرتزق روسي أو إيراني ومرتزقاتهم إلى شرق الفرات، وبالأمس ارتكبوا مجازر في أريحة، مدارس أريحة، أطفال أريحة، واليوم يحاولون العبور أو العبور باتجاه مناطق شرق الفرات. اليوم الجميع توافد هنا في منطقة الإحصان للتأكيد على رفض أي دخول أي مرتزق روسي. احنا جينا اليوم من عشيرة شحيطات نقف مع اخوتنا بالريف الغربي. اليوم دير الزور اجتمعت بشكل عام شرقا وغربا لنؤكد على رفضنا للدخول الروسي، فالذي يقتل اهلنا بادلب وفي حماة وفي درعا غير مرحب فيه على اراضينا ابدا، ولن نسمح لاي محتل لا روسي لا ايراني ان يدخل دير الزور. ودير الزور كلها ايد واحده، ريف دير الزور الغربي الشرقي الشمالي كلنا يد واحده ضد التدخل الروسي. هذه التحركات جاءت ردا على محاولة دورية روسية بالأمس التقدم باتجاه الرقة، فيما قام الأهالي بمنعهم وحرق الإطارات وقطع الطريق رافضين دخولهم. ما بي عزيز، إذا بدكم تعدون من هين راح تعدون على جثثنا احنا. كما خرجت مظاهرة ثانية اليوم في بلدة الباغوز شرق دير الزور تضامنا مع أبناء الريف الغربي. أرض الباغوز أرض الصمود والتحدي، إلى أخواننا في الخط الغربي خرجنا في هذا اليوم مساندة لكم، ونشهد الله لولا بعد المسافة لأتيناكم ولو حب. وطالب المتظاهرون بخروج الميليشيات الروسية والإيرانية من سوريا عامة، وأكدوا على استمرار مطالبهم بإسقاط الأسد، لافتين إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها يوميا في كل أنحاء سوريا. تسقط الميليشيات الإيرانية، تسقط روسيا، وروسيا يسقط نظام الأسد. لا للتدخل الروسي، لا للتدخل الروسي. لديكم تجربة في درعا، قاتل أطفال أريحة لن يمر من دير الزور، قاتل أطفال أريحة. لا نقبل بأي مرور أو تدخل للقوات الروسية المجرمة التي قتلت أطفال. لا للتدخل الروسي. لديكم تجربة جرت في درعا وأنتم قتلت الأطفال، أنتم المجرمين، والله صامدون حتى النصر. وخرجت المظاهرات ببيان موقع من منظمات المجتمع المدني يطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد أي قرار يسمح بدخول القوات الروسية وميليشيات الأسد لمناطق سيطرة قسد. Of revolutionaries came out everywhere in Syria calling for the overthrow of the racist sectarian Assad regime and the realization of the state of justice and equality for all sects of the Syrian people.
ويتخوف أهالي شرق الفرات من دخول القوات الروسية الداعمة للأسد إلى مناطقهم تمهيدا لاستعادة سيطرة الأسد عليها، مؤكدين أن الأسد والميليشيات الداعمة له يعيثون في الأرض فسادا في كل منطقة يدخلونها.